بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبطال طلاب الصف الأول، درس جديد من دروس مادة لغتي. نستكمل معا دروس الوحدة الرابعة بعنوان نشاطات التهيئة. لاحظ يا بطل معي مجموعة الحروف التي أمامك، حسنتم؟ هيا بنا ننظر إلى الصورة ونشوف أول حرف في اسمها. هذه صورة ضفدع تبدأ بحرف الضي. ضفدع، حرف الضاد، ضفدع. هذا الحرف يا أبنائي، أحسنتم، حرف العين، أول حرف في كلمة عين. حرف الكاف مثل كتب، أول حرف في كلمة كتب. ضاد، عين، كاف. لاحظ الحرف وقم بتلوين الحرف بنفس اللون الذي يظهر على الحرف. استكمل مع بعض حروف الوحدة الرابعة. هذا حرف ايش يا أبطال؟ نعم، أحسنتم، هذا حرف الخاء. حرف الخاء الحرف الموجود في أول كلمة خروف. خاء، خروف. ياء، يد. الحرف الذال، ذرة. خاء، خروف. ياء، يد، ذال، ذرة. نقوم يا أبطال بتلوين الحرف الخاء باللون الأخضر، والياء بنفس لونه، والذال بنفس اللون. ننتقل معا إلى الصفحة أو إلى النشاط رقم 3. ألاحظ الصور وأعبر عنها. طالع إلى هذه الصور، انظر إلى هذه الصور جيدا وعبر عنها بأسلوبك. ننظر معا يا أبطال إلى الصورة الأولى. أحسنتم، يلعب الأطفال بالكرة في وسط الشارع عند السيارات. وهذا التصرف يا أبطال تصرف خاطئ. ما ينفع يا أبطال نلعب في وسط الشارع والسيارات تمر، هذا تصرف خاطئ. يلعب، الصورة الثانية، يلعب الطفل بعيدان الثقاب. هذا التصرف يا أبطال تصرف صحيح أم خاطئ؟ أحسنتم، تصرف خاطئ، لأنه يتسبب في إيذاء نفسه أو إحراق المنزل. هذا تصرف خاطئ. التصرف الثالث، يعبر فواز ووالديه الشارع بعد أن أصبحت الإشارة خضراء وتوقفت السيارات. إذن هذا التصرف تصرف صحيح. يعبر فواز ووالديه الشارع بعد أن أصبحت الإشارة وتوقفت السيارات. يربط فواز حزام الأمان، وهذا تصرف سليم. نربط حزام الأمان. انظر إلى الصورة هذه. يسقط الطفل من على السلم أثناء صعوده لإمساك العصفور. يسقط الطفل من على السلم أثناء صعوده لإمساك العصفور. هذا يا أبطال تصرف، هذا تصرف خاطئ. أسقطت الفتاة الصحن أثناء حمله فانكسر. أسقطت الفتاة الصحن أثناء حمله فانكسر.
الصورة اللي بعدها. يلعب الطفل بأسلاك الكهرباء وهذا قد يسبب في إيذائه. صرف خطأ يا أبطال، لا نلعب في أسلاك الكهرباء. هنا إشارة المرور تساعد في تنظيم حركات السيارات. الإشارات الثلاث يا أبطال تساعد في تنظيم حركة سير السيارات. الفرشاة والمعجون تجعل من الأسنان بيضاء وصحية. الأسنان يا أبطال نعمة كبيرة يجب أن نحافظ عليها باستخدام الفرشاة والمعجون وغسلها جيدا في الصباح وفي المساء حتى تجعل الأسنان بيضاء وصحية. بارك الله فيكم يا أبنائي، دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.